كي نعمل هكا اون بتيت اناليز على الوضعيه نتاعنا نتاع لي دو ماتش اللي جاو سيزيام و سيتيام ماتش سكسيسيف، شفت اللي كونوا كانت فما قله نجاح على مستوى لي مومون فور نتاعنا، خاطر كانوا فما دي مومون فور وقتها كان كنا مطالبين باش ندعموهم سواء في الشوط الاولاني ولا في الشوط الثاني. مالوريزمون بعد ما سجلنا هدف مازالوا 4 دقائق باش ندخلوا ما بين الشوطين ويوفى الشوط الاولاني، في وقتها ما عرفناش كيفاش نحافظوا على الاسبقيه نتاع 1-0، خاطر يلفالي بيان جيري لي 4-5 مينوت هذوكم، ممكن ندخلوا على ميتون افيك ان افونتاج دان بيوت ا زيرو، ناكد لك اللي قطعنا شوط كبير باش ننتصروا. مالوريزمون هذا ما صارش. الشوط الثاني حاولنا باش ناخذوا الامور كما يلزم، خذينا على مستوى امتلاك الكره وعلى مستوى المبادره نفس الشيء، لكن لي مومون فور نتاعنا ما عرفناش كيفاش ناخذوا اسبقيه. او ميم طون صاروا دي كاسيور كبار نتاع توقف نتاع اللعب نتاع 8 9 10 دقائق، فيك الريبريز هذيك لادفيرسير استغل كل برود شويه نتاع كل قله التركيز وسجل هدف ثاني كنا مطالبين ما يتسجلش علينا. بعد ما عادش مازال برشا وقت باش تلعب لو تو بور لو تو، يا ترجع في سكور يا اون ميم طون باش تخلي دي سباس. كنا زاد نرجعوا على المستوى 2-2، لكن مالوريزمون نفس السيناريو تعاود والادفيرسير سجل علينا. شفت الوضعيه هذه تعداو بها الفرق الكل اللي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكلاسمون الفوق، حتى في وسط الترتيب عملنا دي فيكتوار سكسيسيف، عملنا تعادل، اليوم عملنا هزيمه. سا بو اريفي، لكن يلزمنا الكلام اللي قلناه اللي كانوا على مستوى خاصه تعزيز الفريق بانتدابات امر ضروري وضروري جدا، خاطر اليوم وقت باش تلعب كل تفاهم مقابله يلزمك مجموعه نتاع 20 لاعب، حتى كي باش تعمل تورن اوفر صغير على بليسور ولا على تعب، اللاعب اللي يدخل يكون عنده مستوى باش يخلي في الفريق نتاعو في نفس النسق. احنا عملنا دوز اتاكون صوفيان وخابا، رحيمي كل وار يمين وحذراف كل وار يسار، لكن هما 4 مهاجمين وافيك دو بيفو روجي اي مكعازي. اهم شيء هو العنصر نتاع ليفيكاسيتي والتجسيم، مش كان المهاجمين برك، حتى اللاعبين وسط الميدان وقت توصل 4-5-6 مرات تدخل الساز متر وكرات، فما كرات جاوا اليوم ساهلين من عند المهاجمين تاعنا، المفروض كي وقتها نزلنا نسجلوا. هذا المشكل ماهوش كان في المقابله هذه، المشكل عنده مده موجود معانا، قاعدين نقاتلوا قاعدين نخدموا برشا باش نقلعوا البونتو الاولاني. عاده وقت نماركيو الادفيرسير ما يرجعش علينا حتى 1-0 نستحفظ عليها النتيجه، اليوم ما عرفناش كيفاش نستحفظ على سباقيه 1-0.